أقول في حملتنا اليوم خلونا نثبت للناس أن الكويتي ما يعرف اليأس، خلونا نثبت للناس أن الدول غنية برجالها، خلونا نثبت للناس أن الدول غنية بشبابها، خلونا نثبت للناس أن الدول غنية بنسائها وأبنائها بإذن الله. واليوم إحنا ما عندنا شيء نخسره، الخسارة الصجية ما هي خسارة انتخابات، الخسارة الصجية إذا خسرنا أنفسنا لأجل الانتخابات.